الشاهد انه نسي كل حين طلع الشرطة كذا وماتوا كل مرضى حقين وماتوا فمات منظمة سند السعودية تنشر تقريرا مثيرا للجدل عن طريقة توقيف منصور الرقيبة والسعوديون ينتقدون بشدة. فما القصة؟ شارك الحساب الرسمي لمنظمة سند الحقوقية السعودية تغريدة عبر تويتر تحدث فيها عن الطريقة التي لجأ إليها الأمن السعودي لتوقيف الناشط منصور الرقيبة. المنظمة ادعت الحصول على معلومات خاصة تفيد أن طريقة القبض على الناشط كانت مريعة، وجاء في التغريدة أن الأمن السعودي انتشر حول الحي السكني حيث يقطن الرقيبة بالكامل، ثم قام 30 عنصرا بمداهمة المنزل. بحسب منشور المنظمة، تم تجريد سكان المنزل من هواتفهم الخلوية ثم نقل الرقيبة إلى سيارة الأمن. المنظمة ادعت أيضا أنه طلب إلى النساء الوقوف بمواجهة الجدار من دون حركة، ثم تم تفتيشهن، وبعدها تم تفتيش استراحة الناشط وبعثرة أغراضها. لكن منشور المنظمة لم يتضمن إشارة إلى تاريخ حصول التوقيف، أي لم يتضح إذا ما كان هناك توقيف جديد أم أن المنظمة تتحدث عن موقف قديم. هذا المنشور أثار جدلا واسعا بين المستخدمين، فعلق عليه كثر بطريقة ساخرة، حتى أن البعض تساءل إذا ما تمت الاستعانة بقوة جوية أثناء العملية. آخرون شككوا بمصداقية المصادر التي اعتمدت عليها المنظمة للحصول على هذه المعلومات، قائلين أنه لو كان ذلك دقيقا لتوفرت على الأقل صورة واحدة مسربة لتوثيق ما حصل. أما البعض الآخر تساءل عن الخطأ الذي ارتكبه الرقيبة، وطالب المنظمة بتفسير وتوضيح ما نشرته لمعرفة إذا ما كان التوقيف حديثا أم لا.